ازيكم يا بناتي حلوين؟ النهاردة هكلمكم عن كريم بتاع تريتو سبوت. الكريم ده يا بنات كريم تفتيح بتاع البقع الغامقة اللي في الجسم. برضو في بنات كتير قوي اتكلمت عنه، وفي صيدلي مشهور حتى كمان يعني قال عنه ريفيو كويس. الكريم ده هقول لكم الاول سعره. هو كان سعره مش غالي، بس ثواني اشوف، هو سعره 12 جنيه اهو. وموجود في كل الصيدليات، يعني مش هتلاقوا معاناة عشان تلاقوه. الكريم ده كريم حلو قوي فعلا في ازالة البقع الغامقة. الكريم ده مش كريم تقشير، ده كريم بتاع بقع. بيتحط للتفتيح، وما ينفعش تحطيه ووشك فيه حبوب. هو تقريبا فيه كورتيزون، فاستخدامه لمدة شهر او شهر ونص، وبعد كده بتوقفيه، وبعد كده تبقي بقى تستخدميه بعديها بفترة. طبعا ممكن بعديها برضو في الفترة دي تكوني بتعملي تقشير، يعني هتوقفيه شهر وانتي بتعملي تقشير لجسمك او لبشرتك او ايا كان، يعني هتستعمليه في المكان فين، وتستعملي واقي الشمس عشان ان لو عمل نتيجة ما ترجعش تاني، ما تغمقيش تاني. فخلي بالك من النقطة دي، لان في بنات بتفتح جسمها وتعمل يعني ماسكات وتهتم وكريمات، وفي الاخر تستخسر ان هي تشتري سان بلوك وكده، فالمشكله بترجع تاني. بصراحه بنات حلو جدا، انا استعملته فتره كنت جايباه، بصراحه عجبني. بصراحه انا ما استعملتوش على وشي، انا استعملته على ركبي وعند الاكواع وكده، كان حلو قوي قوي قوي. طبعا نفس الاستعمال اول مره بتاع اكريتين وحاجات التقشير، مع انه مش كريم تقشير يعني، بس عموما انا بستعمل كريمات التفتيح نفس طريقه استعمال كريمات التقشير. اول مره حطيته غسلته بعدها بنص ساعه اول يوم، تاني يوم سبته ساعه، وبعد كده عديت مثلا يومين ثلاثه، وبعد كده استعملته حطيته بالليل. وصحيت الصبح عادي، شلته يعني المية وكده، وبعد كده رطبت بعته وكده. وطبعا اهم حاجة انك لو هتستعملي الحاجات دي على بشرتك، ان من الافضل ان انت تكوني بتستعملي كريمات ترطيب طبية. انا اتكلمت عن كريمات ترطيب طبية سعرها معقول يعني، وكل يقدر يجيبه، وكان في حاجات جودتها حلوة. فما تنسوش تشوفوا برضو الفيديو ده لو عايزين كريمات تبقى كويسة. الكريم ده برضو انا ما عنديش فكرة اذا كان الحامل او اللي بترضع تنفع تستعمله ولا لا. هو مكتوب ان يعني محدش يعرف الروشتة بتاعته اذا كان ليها اعراض جانبية ولا لا، فانا بصراحة ما اقدرش انصح بيه لواحدة حامل او بترضع. بس عموما انا يعني مع ان انتي تتجنبي حاجات التقشير والتفتيح والحاجات دي في فترة الحمل والرضاعة، بس على العموم للبنات عموما الكريم ده فعلا حلو قوي يا بنات، وسعره رخيص جدا، فجربوه. بس ما تستعملوش على طول، استعملوه شهر شهر ونص وبعد كده وقفوا.